السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. أنتم على فاي تي في. اليوم سنتكلم عن شيء عجيب جدا، وأنا كما قلنا وعلي لما نقول شيء فنحن طبعا هذه الأشياء يعني نحن متمكنين منها ولا نتكلم هكذا يعني عشوائيا أو عن فراغ. فيعني قلنا بأن المعلومة، نحن مصدر المعلومة ومنا تصدر، ويعني ربما بعد أسبوع أسبوعين ستسمعون كل الناس يتكلمون عن هذه الأشياء التي سأتكلم عنها. يا إخواني، نحن لا نضع عناوين بألوان جيدة وجذابة، ولا نضع عناوين نكذب فيها على الناس. إذا رأيتم صورة محمد فايد على موقع يوتيوب وهناك عنوان بألوان وعنوان جذاب، فهذا الموقع ليس للدكتور محمد فايد ولسنا مسؤولين عنه. هو صوت الدكتور محمد فايد من محاضرات قديمة كانت في الإذاعة، كانت يعني 11 سنة الآن. هذه المحاضرات عند 11 سنة، ومنها من عنده 12 سنة الآن. هذه أوديو، لما تجدون الأوديو فكل هذه التسجيلات الجديدة هي تسجيلات فيديو وليست أوديو. ويعني لما ترى صورة محمد فايد مع عنوان بألوان وكبير وغليظ ومثير، فأنتم تعلمون جيد أننا لا نضع هذه العناوين، وأننا طريقتنا ويعني معروفة جدا إن شاء الله. فاحذروا هذا دخول هذه المواقع، احذروا جيدا، احذروا. هذه معلومات قديمة، هذه معلومات قديمة لا تصلح لشيء. فاليوم نتكلم عن معلومة جميلة جدا ومفيدة، وأن قليل من يعلم أن لحم الماعز موسمي. لحم الماعز موسمي فصلي بامتياز، لأن الماعز لا يعلف، علين إذا علف لا يكون لديه لحم جيد. فالماعز يجب أن يتحرك وأن يتسلق الحيطان ويتسلق الجبال ويتسلق الأشجار، يجب أن يتحرك وأن يعني أن يقفز جيد لكي يكون لحمه يعني بمذاق وبلون جيد. فهو يتسلق الأشجار ويأكل الأعشاب المشوكة التي تخرج في فصل الصيف. ولحم الماعز كما قلت فصلي، ويكون في أوج جودته ما بين 22 شهر 7 يوليوز، نحن الآن 24، يعني هو ما بين 22 يوليوز إلى 31 غشت، 31 شهر 8 يكون لحم الماعز أحسن جودة، ويكون أحسن من الغنم. وعندنا مناطق في المغرب، كل المناطق في المغرب فيها يعني ماعز جيد، يعني ماعز جيد يعني هذا. والمناطق اللي فيها جبال وفيها أشجار والماعز لا زال يسرح، لا زال يعني يتحرك. ففقط المناطق اللي فيها غابات، كاين منطقة جنوبية من جهة أكادير، وكاين منطقة معمورة من جهة القنيطرة إلى آخره إلى الشاون. فكاين المناطق اللي فيها غابات، قد يكون هذا الخنزير الغابة، قد يكون خنزير الغابة، وهذا الخنزير يلوث الأرض ويلوث كل شيء، وقد يصيب الماعز ببعض الأمراض اللي منها الإسهال عند الماعز. هذا معروف، هذا الفلاح المزارعين يعرفون هذه الأشياء جيدة. الماعز يستهلك الآن تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، هذه الدول لديها ما يعني ماعز جيد، مصر، السودان، كل الدول لديها ماعز جيد. وهذا وقته، هو يستهلك 40 يوم في السنة. في السنة لماذا؟ لأن الدسم أو شحوم الماعز فيها حمضيات دهنية تميزه. هذه الحمضيات الدهنية سميت باسم الماعز لأنها تكون مرتفعة. تعرفون أن البيوتيريك أسيد، هذا اللي عنده سي 4 يعني 4 ذرات كربون، البيوتيريك هو يوجد في الزبدة الباتر، ولذلك سمى البيوتيريك، هو حمض دهني لزبدة الحيوان فيها البيوتيريك. شحوم يعني العلين، زيت الزيتون فيه الأوليك، زيت النخيل فيه البالميتيك، زيت أرجان فيه الميريستيك، زيت مثلا هذه الزيوت شحوم الحيوان فيها ستيريك والبالميتيك إلى آخره. هذه الحمضيات الدهنية الموجودة في دهون يعني الماعز هي من 6 كربونات، يعني 6 و8 و10، يعني الكابريك، كابروي، كابريليك، هكذا الكابرويك اسيد والكابريليك اسيد والكابريك اسيد والكابريليك اسيد. هذه حمضيات دهنيه تميز دهون يعني الماعز. وهو ما تشموه، لما تشم رائحه الماعز يعني هي قويه جدا وكانها رائحه زنخ. فهذه هي الحمضيات الدهنيه المسؤوله عن هذه الرائحه. هذه الدهنيه تقل في هذا الموسم، لان يعني الحراره ترتفع وان الماعز يتحرك، والماعز لا يأخذ قيلولة. أنتم تعلمون كلما اشتد الحر كلما خرج الماعز للرعي، يعني هو يرعى يعني لما تكون الحرارة مرتفعة.
فاللحوم الماعز إذا أراد الناس أن يستفيدوا منها فهي تستهلك الآن، يعني آخر شهر 7 وشهر 8 كله. لما يعني يدخل شهر سبتمبر شتنبر فتبدأ حرارة في الليل تنخفض، فالماعز يبدأ يعني يتراجع، يعني ولا يسمن، لا يسمن لما تكون برودة، ويخشى البرودة. ثم لا يستهلك يعني في الأيام الأخرى، يعني فصل الخريف وفصل الشتاء، يعني أول فصل الربيع الماعز لا يستهلك لأنه لا يسمن، وطبعا لأن الماعز يجب أن يتحرك وهو ليس لديه صوف وهو يخشى البرد. ويستهلك الآن لأن الآن الماعز يعني هو مسرور جدا وفي غبطة، وهو الآن فرحان بالحرارة المرتفعة ويتحرك بكثرة ويلعب وينط وإلى آخره، يتسلق الأشجار، فلديه لحم جيد الآن، ممكن أن تستفيدوا أن تستهلكوا. والماعز لا يعلف، يعني لا يعطونه أي علف، ويجب أن لا يعلف. فيعني الآن عندنا مناطق في المغرب فيها يعني لحم، يعني لا زال 3 أسابيع لعيد الأضحى ممكن أن تستهلكوا لحم الماعز. وسنتكلم عن الأشياء الموسمية الفصلية في وقتها لنجعلكم إن شاء الله تستفيدوا منها. حتى الأشخاص الذين يجب أن لا يستهلكوا لحوم بكثرة، مثل أمراض القلب والشرايين، مثل الأشخاص اللي عندهم مثلا بروستاتا، مثل النساء اللي عندهم يعني هرمونات، يعني خلل في الهرمونات، إلى هذا يعني ممكن يستهلكوا لحم الماعز شيئا ما. ولحم الماعز ليس سمين، يعني فيه شحمة كثير، ممكن يستهلكوا لحم الماعز مرة في الأسبوع ومرتين في الأسبوع ويتحركوا بدون مشكل. لحم الماعز يطهى مع خضر، يجب أن يعني تكون الخضر غالبة على اللحم، تكون يعني الخضر أكثر من اللحم. وليس فيه مشكل حتى في الكسكس، يعني الطهي في تونس والمغرب والجزائر، يعني حتى الكسكس ممكن. عندنا دول الخليج إخواننا في البلدان الشرقية لا يعرفون كلمة كسكس، عليين يعرفون كلمة كسكس، ولكن يعني ليس لديهم كسكس، وما يعني عندهم دبسة وعندهم أشياء أخرى. ولكن لحم الماعز، هذه الدول كلها لديها ماعز، وكلها ممكن أن تستهلك لحم العنز الآن في هذا الفصل ليستفيدوا منه، لأنه الآن جودته مرتفعة وهو ليس فيه يعني أي أذى بالنسبة للجسم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.